المهم عشان كذا أقيمت من فترة الأيام الثقافية السعودية في تركمانستان، واللي اختتمت فعاليتها بعد أن أسهمت في إثراء ثقافة البلدين وتعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين الشعبين. أكيد هالمناسبة هذه أتت بتنظيم وكالة وزارة الإعلام السعودية للعلاقات الثقافية الدولية وسفارة خادم الحرمين الشريفين في عشقباد. شارك فيها فنانون ومثقفون وفرق فنية وشعبية، وأخذت اهتمام وتغطية إعلامية واسعة هناك. ومفادنا أكيد فهد بن جريد عند المزيد من التفاصيل، خلنا نشوف. يلا. يرقبون باهتمام كبير وتفاعل لافت كلما قدم لهم ضمن فعاليات الأيام الثقافية السعودية في بلادهم. التركمان شعروا بقرب الصلاة الدينية والثقافية والتاريخية المشتركة التي تربطهم بالسعوديين، لذا كان إقبالهم كثيفاً على منظومة الأنشطة الفنية والثقافية هنا منذ اللحظة الأولى. الأيام الثقافية التي تقام بين البلدين لها قيمة في تعزيز وتطوير العلاقات الثقافية أكثر من ذي قبل. تركمانستان تولي اهتماماً بالغاً في هذا الجانب. العلاقة السعودية التركمانية في تطور مستمر ولله الحمد، ومن ضمن الروافد في هذه العلاقة هو الجانب الثقافي، وما نشاهده اليوم شيء نفتخر به جميعا. الثقافة تجمع الشعوب، وهذا عرس كبير نحتفل فيه نحن أخوانكم في الإمارات وفي المملكة السعودية على أرض تركمانستان. تفاعل الجمهور كثيرا مع ما قدم، سواء في المعارض أو أجنحة المعارض أو حتى على المسرح أثناء تقديم الوصلات الفلكلورية والموسيقية. قصر مقام ومتحف الفنون الجميلة في عشقباد شهد تقاربا سعوديا تركمانستانيا يكشف ما يحظى به البلدين من إرث ثقافي ضارب في جذور التاريخ، كما نقلت التقنية الزوار ليتجولوا في الحرمين الشريفين بمعايشة الواقع الافتراضي، إضافة لانجذابهم للأزياء التقليدية والتمور السعودية. كل شيء هنا جميل جدا، نحن مسرورون بالتعرف على الثقافة السعودية عن قرب. كنت جدا سعيد بتفاعل الشعب التركمانستاني، شعب محب للفنون بأنواعها، فأيضا أنا تعلمت منهم الكثير. شاركت بورشة حرة مباشرة بفن الجرافيتي، ستنسل الجرافيتي، ولقيت منهم تفاعل كبير، لأن الفن هذا بالنسبة لهم غريب، هم متعودين أنهم يعني يدرسوا الفن الواقعي. السعوديون زاروا مدينة مروة التاريخية حيث الوجود العربي في صدر الإسلام، وأقيمت العديد من الفعاليات هناك تمثله تلك اللغة من روابط تاريخية بين الشعبين العربي والتركماني. كما شهدت جامعة مخدوم قلي ندوة عن أهمية طريق الحرير والعلاقات التاريخية الثقافية بين تركمانستان والجزيرة العربية، إضافة للصلات الحضارية بين السعوديين والتركمان. نحن مسرورون جدا بقدوم ضيوفنا الكرام وإلقائهم المحاضرات المثيرة للاهتمام. تركمانستان حاضرة بمدنها لا نكاد نرى من خلال مصادرنا التاريخية الموثقة، لا نكاد نرى حدثا من الأحداث التاريخية في غيبة من هذا القطر الغالي على بلادنا. العلاقات والصلات والروابط بين تركمانستان وبين المملكة العربية السعودية روابط وصلات قديمة جدا، تمتد لقدم الإسلام ومنذ بدء الإسلام ووصوله إلى هذه البلاد. من عشقباد فهد بن جليد لصباح الخير يا عرب.